أهلا بكم. وصل إذن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى مطار بوفريك العسكري ظهر اليوم الثلاثاء، حيث كان في استقباله وفد من الوزراء يقوده الوزير الأول عبد الملك سلال. وقد حطت الطائرة الرئاسية في حدود الساعة الثانية زوالا و25 دقيقة بمطار بوفريك العسكري، قدمت من مطار البرج الفرنسي، حيث كانت الطائرة الرئاسية قد غادرت المطار في حدود الساعة 1:30 بتوقيت باريس. وتتابعون هذه المشاهد الحصرية مشاهدينا لوصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمطار بوفريك. إلى اللقاء.